السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يا جماعة، الصوت. أصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقتنا وفقرتنا الختامية لفقرة خذ العلم، الفقرة اللي أكثر جدلا وجمالا وإبداعا وإمتاعا برفقة زملائي وأساتذتنا النقد. هلا يلا يلا، حي أبو مناحي، عد أبو مناحي، مرحبا. يلا حي، مرحبا مرحبا يا ابو مناحي، يسلمكم. عدي ابو مناحي، كيكه يعني، هذه كيكه، بيض الله وجهك، ختامها مسك. مشكور مشكور، الله يبيض وجهك. اصبح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام، واصبح على نقادنا وعلى متسابقينا وابطالنا ونجومنا. صباح الخير يا ابو حمود. هلا والله، حياك الله، يا مرحبا يا ابو فرح، صباح الخير. تعال بيكم مايك، كنت مرتاح. وللمشاهدين الكرام والاخواننا المتسابقين، اللهم لك الحمد والشكر، سعداء جدا بختام هذه الفقرة، اللهم لك الحمد والشكر. أنا جدا يعني تتبنى يعني فيني صور السعادة الليلة، أنها الحمد لله بنفتك إن شاء الله وإياكم سوا، وبنروح وإياهم إن شاء الله للستيج، وإن شاء الله بينطقون في حياتهم، أسأل الله يوفقهم إن شاء الله خير من الدنيا والآخرة. بس أبو مناحية اليوم عند مو بسعيد على فرقاهم. أول شيء صباح الخير لمشاهدين، صباح الخير جمهور هذا البرنامج، جمهور هذه القناة، صباح الخير لزملائنا، خلاص ما عاد نقول متسابقين، زملاء ونجوم. أنا جايب كيكتين اليوم، أو حنا يا النقاد جايبين كيكة، كيكة على حزن فرقاهم، وكيكة على سعداء على ما وصلوا له. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لهم يعني القادم أجمل، نقول بإذن الله القادم أجمل بإذن الله. أبو عنزي أصبح لك بالخير، عطنا شعورك في مفارقة النجوم، هل هي سعيدة، شعور سعيد أو شعور حزين؟ يا مرحبا ومسهلا أبو فرح، أصبح عليك وعلى الزملاء النقاد، وكذلك على الزملاء المتسابقين وعلى السادة المشاهدين، كاميرتوين اللي قدام. المشاعر الليلة طبعا بتكون يعني مشاعر مؤثرة، يعني بفراق الأحبة أثرونا، ويعني وكانت لنا معهم لحظات جميلة لا تنسى. يعني كان الحضور الطاغي هو الحضور الأجمل في هذه المسيرة. الحمد لله يعني توفقوا ونجحوا وبرزوا، ويعني قدموا يعني كثير من الجماليات، وكثير يعني من الحضور والتفاعل والأداء اللي فعلا يعني يجملهم، يجمل الناس اللي وراهم، يجمل الشاشة. وبإذن الله يعني نتطلع منهم من أثناء يعني أو بعد خروجهم من هذا الكيان وهذه المنافسة، إكمال المسيرة في خدمة الوطن والدين أولا والمجتمع وخدمة أنفسهم. نتمنى لهم التوفيق دائما والنجاح المستمر بإذن الله. كما لا يفوتني أن أرحب بالمتسابقين اللي خرجوا في البرايمات أو استبعدوا، وجو اللي جاء اليوم واللي البارح واللي قبل أمس، مرحبا بهم جميع. حسان أول برايم أعتقد أن طلعت، مرحبا يا حسان، قلبي يا مرحب، يا مرحبا يا بابا، منورنا والله يا حسان، النور نورك طال عمرك. المايك لك يا حسان. المايك محمد، المايك ومحمد مناحي لك. أرحب يا أبو فرح. كيف شعورك أول ما رجعت للقرية وإحساسك؟ هل أنت في اشتياق، ولا تقول أن الوضع عادي، ولا عندك تحس أنك ما زال عندك أو عندك الشيء الكثير لو سنحت لك الفرصة في مشاركة؟ لا.